على فكره ايوه في البحر سمكة سمكة بتزق سمكة. ده عشان احنا بنرسم بحر يعني؟ عالشط واقف ده طلع صياد بشبكة. انا وبوبي هنبقى اصحاب. لا ده هو مصطفى، بوبي عندك مواهب زي اللي عندي بالظبط. لا ده انا مطرب كبير. امال ايه؟ كله عرف يرسم الرسمة ديت. بصوا بقى نحاول بقى نعمل بقى هنا نزين المركبة بتاعتنا في البحر عشان نكمل رسمتنا طوبة. نحاول نحط لها بعض التفاصيل نخليها شكلها احلى. الهلم. برافو. شفت بقى؟ ده الهلم. شفت الثقافة؟ مساعدة؟ شفت حضرتك الثقافة؟ بيقول لي ده الهلم، بيقول لي ده الهلم. هلم اهو. ده عرفت بقى لمسة النضارة؟ يقع في المية كده. بسيبه عايز مساعدة، بيقول لي هلم، فأنا بحسبه عايز مساعدة، معلش أنا آسف. أوكي. ها. وريني بقى مين رسم النهاردة؟ روزا رسمت تحفة. هي الورقة بتاعتها وليلى. الله وريني تحفة بتاعت ليلى. هيلة يا ليلى. محمد انا مش محمد مهتم بالكورة. محمد كورة. هو مدينا جنب. روبا كمان رسمت رسمة تحفة وانا كمان رسمت رسمة حلوة. طب لسه هنكمل نعمل عايزين نغني. نعمل المكان اللي بيقعد فيه سواق المركب. سواق المركب. القبطان. ايوه. سواق المركب اسمه ايه؟ قبطان. يعني بوبي بيقول لي اسمه قبطان. تمام. ركبتي اسمها توت وصغيرة شوية لكن قلت توت وتطير فوق المية. طيب نحاول بقى نعمل آخر حاجة بقى بسرعة كده، نعمل عالم. ويا ترى هنعمل عالم إيه بقى؟ عالم مصر طبعا. بس احنا لسه ما لونهوش. تمام كده؟ هنلونه ونغني واحنا بنلونه. تمام. نبتدي نغني. تمام كده كل اصحابي خلاص عرفوا ازاي نرسم المركب. تمام. بس اهم حاجه نتعلمها النهارده يا داليا ان احنا ما نرسمش على الحيطه ولا على الثلاجه زي بوبي ما قال ولا على الدولاب. تمام كده؟ الملل ده طبعا ما هو ما ينفعش. انت ممكن ترسم على ورقه وتعلقها على الحيطه. ترسم ورقه وتعلقها على بنوازها كده. ايوه الله ينور عليك. كده احنا شاطرين ولا مش شاطرين؟ شاطرين شاطرين ولا مش شاطرين؟ شاطرين.